طبعا اليوم كانوا كاتبين بالبروجرام مالتنا انه راح نلتقي بجورج. جورج عمره اكثر من 100 سنه وما افتهمت بالضبط، ما قريت كلش زين يعني، فحكيت وياهم وهاي فقالوا لي هو عمره اكثر من 100 سنه وهو من قد ما سمين ما نقدر نوزنه، فراح تلتقون بي وتطقون وياه صور. فانا مثل انحرجت، قلت لهم يعني مو عيب انه يعني مو عيب انه رجال كبير ومصوره وسمين ويعني جزء مو حلوه. فهم باعوا وصفنا وقالوا ها، قالوا هو مو رجال هو سلحفات. وانا من بارحة منايم حاير شلون راح اروح اصور رجال عمره 100 سنه ومن قد ما سنين ما يقدرون يوزنوا. طلعت سلحفات، اكبر سلحفات موجوده هنا بهاي الجزيره. ابو لولو سوالفه مسميه بيبو، مبين حيوان، بس جورج يعني مبين واحد متقاعد. جيت احط الكاميرا عم نصور لكم وباعوا شنو لقينا. لقينا جورج. هاي جورج، شو اذا يسلم جورج جوعان. وهذول البيبيز مالتهم، وانا رقم 7، هذا رقم 7، هذا رونالدو مالك. ايش لحظات تذكرنا انه احنا معزومين بنص هاي الطبيعه. احنا دائما متعود انه تعودنا انه عندنا شعور انه احنا نملك الدنيا واحنا نملك الاماكن ونملك الاراضي وبالعقود وبالاوراق، بس هي بالحقيقه احنا خطار هنا، وهذول هم هذول هم السكان الاصليين. هذولا هم هذولا هم. حان الوقت لهاي اللقطة المشهورة على بلوجات أبو اللول. بيتزا ماكلين، بس هاي الفيو يا اخي صعب صعب. احنا خو ماذا نزعجكم بالاماكن الحلوه والمناظر الحلوه؟ ترى اقدر القى لي اي مخزن هنا مكان واقعد اصور بيه. بابا بابا مرتي راقيه، بابا تاكل بيتزا بال اي بالله. اوف اوف اوف، هاي شو هاي ايش تاكلون بالمانيا؟ بس الفيديو مال باكر نزلتي بيها نزل. الحمد لله ملعكم. هاي الكاميرا مو توب الفلوجينج، بس ما اريد نشيل هاي كاميرات، وهاي الكاميرا ينطق بها صور كلش حلوه، ف هي هاي راح اخذها ويانا. هذا البقي الحلو مالتنا. So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break. كان مال عشاء مالتنا من غير عالم والله. قلت طبعا من اكو اكل الموضوع تروح قبلي، مو قلت لكم؟ مو قلت لكم حبايب المكان اللي قاعدين بيه السماء جدا صعب ان اشرح لكم شنو بيه حاليا. مليان نجوم، بالكاميرا العاديه مستحيل تقدر تلتقط النجوم كلها. فاللي راح اسوي راح اعطيك صوره بهاي الكاميرا وراح اراكم صوره راسا، بس راح اسوي انه راح اخلي الكاميرا مفتوحه كفايه انه تلتقط كل الضوء الموجود بالسماء، ومن تنسد تنطق الصوره. جاهزين؟ حان الوقت لكي نغادر هذه الفيلا الجميله.
وصلنا الى ماهي وحبيبتنا سونيا دائما ترحب بينا. سونيا how are you? Always a pleasure to see you. Thank you. We'll see you next time. Yes. Bye bye سونيا. Bye. مشتاق للسيارة سونيا. قد مرة من سيارة يومين. اوكي هسه تركنا دغوش رايحين نسوي الكورونا تيست لان بعد يومين مسافرين راجعين دبي. بعد يومين راجعين دبي. المهم ورا الفندق انت مو قلت الشهر الجاي نسوي شهر العسل مره ثانيه؟ ليش هو كم شهر عسل؟ هو شهر لو شهرين كان سموهن شهرين العسل حبيبتي لا تلحين. ورا الكورونا تيست راح نروح نسوي تشيكن بفندقنا الجديد همين فور سيزونز بس راح تشوفون اجواء غير لان فندق غير تماما. ذاك صار له 3 سنين هسه اللي راح نروح له صار له 12 سنه فشي غير بصراحه. سوي كورونا تيست ان شاء الله كل شيء يكون اوكي. هيبيسكس ثانك يو ايس تي انجوي ناو وي ويت يو شورتلي فور يور تشيكن فاميلي ثانك يو سو ماتش ويلكم. هذا اللوبي وهاي الفيلا اللي راح نقعد بيها مو كلهن واحدة منهم. Good, thank you. شنو؟ طقيتي. تذكرون طول هاي السنين احكي ويا حبيبتي المستقبلية؟ هاي حبيبتي المستقبلية. Thank you. Oh la la. هاي شو مسوي لنا؟ هاي شو مسوي لنا؟ حركات. هدول سينما هنا. We can use the leaf. Ceviche and this. And octopus curry. Oh, this is the best one. This is the best one. You okay, like. Nice. And this is the croquette. Yes. يعني هي أكو مشكلة لازم واحد يحلها. لما أبو نون ما يضرب شاور، المود مالته هيجي يصير. فتحوا له أم كثم لو سمحتوا. أصبع عليه. رايحين بعد مره مساج. قلت كل المساجات اسويها هسه حتى المدام بعد يعني سنه كلها كامله ما تحكي وياها على المساجات. هذا اخر واحد اي سنه. سعدنا خاله. يا اخي هذا اول واحد اكتشف المساج. تخيل اول واحد فكر انه شخص ثاني يمرخ له. عبقري. وشوي دلوع. وصلنا لغرفتنا الخاصة مال المساج. هذا البانيو هنا. ورايا اكو شاور كلش كبير عملاق. طبعا بالاستمارة انا حطيت 90 عبالي مواليدي. طلع هو القياس مال هرمون النعال. يلا خليني امشي. أول مرة أشوف أبو اللول. هذا ساعة ونايم.